السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. بعمل لكم بس يعني مخصوص علشان حاجة يعني ألمتني نفسيا صراحة، أمر خاص بالمرأة. يعني أما تيجي استشارات لمعظم الناس الاستشاريين أو معظم الناس اللي بيتكلموا في موضوع الأسرة او مجرد الجروبات اللي بتنشر موضوع المشاكل، او واحد فتح باب الجروب بتاعه او الصفحة بتاعته لتلقي المشاكل اللي موجودة سواء من البنات او من النساء، ويجي بوست عليه معرفش كام الف، يعني معدي 100 الف ولا معدي كذا، ويجي البوست بيتكلم عن سؤال من زوجة ام بعتها تسأل وتقول انا ما عملتش حاجة في حياتي وما حققتش انجاز في حياتي، انا حابة وجودي في بيتي مع اولادي وتربية اولادي، اعمل ايه عشان اكون ناجحة في الحياة؟ السؤال ده سؤال فخ، السؤال ده سؤال خطير جدا، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيغير وعي المرأة المسلمة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيغير المفاهيم الثابتة ان اصلا انت ما تسألي عنه وسأل المشايخ والفقهاء ايه اللي تتحاسب عليه المرأة اولا، البيت والاولاد. ما استرعاك عليه الله عز وجل والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عما استرعاها الله على ماله واولاده ونفسها وحفظها، كل الكلام دوت. اما نيجي نشيله ونمحيه باستيكة ونتكلم على موضوع ان انا ما حققتش انجاز، يعني كارثة. تعالي طيب معايا بس عشان الاضاءة هنا، ركزوا معايا يا جماعة عشان الموضوع ده منرفزني جدا. اما نيجي نتكلم على موضوع انك انت ليكي المفروض ليا طموح، ما فيش مانع ان يبقى لك طموح، انا ما بعارضش ان يبقى لك طموح، لا خلي عندك طموح، خلي عندك اهداف، خلي عندك تنمية ذاتية لحالك، خلي كل الكلام ده. لكن ان تيجي في الاخر تقولي لي اصل انا ما حققتش ذاتي، والبشريه كلها والعالم والوعي الجمعي العالمي اللي بيخليك يطلعك بره اطارك كانثى وكمسلمه وكام وكزوجه، علشان انا ما حققتش ذاتي فانا محتاجه احقق ذاتي في قصه واحده اسمها اسيب البيت والعيال وهكذا. مين يربي؟ مش مسؤول، هو انا بس اللي هربي؟ وهو فين؟ ما هو يشارك. محدش هيبقى قلبه حريص على اولادك قدك، محدش قلبه هيبقى حريص ان يغرس الغرس في اولادك بالتقى والعفاف والسيرة ومعية الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل قدك. انت فين؟ هو ده انجازك الحقيقي؟ هو ده لما طلع طفل وطلع واحد قيادي فاهم عارف الاحكام، يوم لما يعتري من ابتلاءات الدنيا وخطوب الدنيا ما ينكسرش، يبقى فاهم امشي بيه، يقولك انا عندي اكتئاب، انا مش عارفه دنيتي عامله ازاي، انا المفروض ما... غلط، كل الكلام ده مش صح. انا عايزه حاجه واحده بس يا جماعه، بالله عليكم ما تسمعوش للكلام اللي بيمشي دلوقتي، عشان يقولك ايه الموضه الشكل الفلاني. مين اللي قال؟ اصلي حصل كومبينة اعلامية على الامر، وحصل فوكس شديد من العارضات والبلوجرز واليوتيوبرز ومش عارفة وايه، وان الشكل واللي وسطه والبلوزات زي كده. لا اصل مقاييس الجمال لازم تكون معرفش صاحبة ايه. مين اللي قال؟ هو الاعلام. فما يجي الاعلام في العالم كله يقولك ان انت فاشلة، ما حققتيش حالك ولا طموحك ولا حققت ذاتك ولا حققت حالك بايه، اصل انت بس ده ودور البيت ده هين، ده انت بدل ما تبقي فرد انت بعيله كامله، عيالك كلهم قرانهم دينهم حديث عقيده، ازاي ان هم يعملوا فيها؟ وبعدين تيجي تقولك انا والله انا حابه وجودي مع اولادي بس الكل محسس ان انا فاشله ما عملتش حاجه. الكلام الفاضي ده تسمعوا لهمش، دورك الحقيقي الاساسي اللي ربنا هيحاسبك عليه بيتك واولادك، ده رقم واحد. نجحت فيه انا ما بمعرضش، انا واحده من الناس بروح اتعلم واخد شاي لكن ما يتعارضش مع البيت، ما يتعارضش مع اولادي، ابقى مظبطه حالهم الوقت اللي انت فيه، حتى لو بتاخدي زوم جوه البيت، مش شايبه زوم جنب البيت والبنت غرقت في حمام السباحه،
او الحمام البتاع اللي موجود في الكومباوند اللي انت فيه، ولا تبقي كذا والبنت ما اعرفش والولد راح فين تاه في اسانسيرات ال 30 عماره اللي موجودين. لا تقول لك ما انا جوه البيت اهو. اه جوه البيت بس انا مرتبه الوقت اللي انا بحفظ فيه قران، الوقت اللي انا باخد فيه علم شرع، الوقت اللي انا باخد فيه تربيه. بعمل فيه ايه؟ بعمل فيه ايه؟ رقم واحد، رقم واحد مظبطه الوقت مع الاولاد. انت بتعمل حاجه الفلانيه بفك وتركيب، بيعملوا نوع من انواع، بيعملوا نوع من انواع مثلا تنسلسل القص والقص واللزق كل الكلام ده. لكن انك انت تاخدي وتسيب الدور ده نهائي، يبقى دورك ده ماشي وانا كذا عشان احقق ذاتي، والله لا تسالي عن ذلك الا اذا كان هيفيد ويعود على الفايده على بيتك وعلى اولادك. ما تزعليش، ما تقهريش ولا تقولي انا كذا، ما الكلام ده مش عايزاه يزعلك باي شكل من الاشكال وتقولي لا اصل هو انا كده وما عملتش وانا فاشل. مين اللي قال؟ هم اللي فشله، هم اللي بيتهم كذا. هاتيلي العيل كده واقول له انت قدامي اعرف ابوه وامه بيعملوا ايه، من العيل 10 دقايق بيتكلم فيها ولا اول 5 دقايق يتكلم فيها، لا متعلم ادب ولا اخلاق ولا سلوك ولا عنده ولا فاهم اي حاجه، لا في حياته ولا في دينه ولا في دنيته. كل قاعده تقول لك ما احنا حاولنا والعالم ماشي، بس المهم تبقى عملت اللي عليك. يعني نتكلم على اللي شذوا عن القاعده ده بعدين، لكن خلاف كده لا، خلاف كده لا غلط. يعني انا نفسي بس في الاول وفي الاخر انك انت ما تستجيبيش وتحزاني وتزعلي وتعملي مشكله وتقلبي الدنيا. واحده عايزه تطلق اصلا مع زوجها، عايز حق مكانك بيتك، مكانك اولادك، مكانك ده رقم ونجحتي فيه ما لا ضير ابدا انك تاخدي بقيه الامور وتروحي بقى وتحققي اللي انت عايزاه. لكن مقصره في رقم واحد لا، تسمعوش لهم. انا بقول لكم اهو ما تسمعوش لهم، ولا يغروكوا ولا يعملوكوا ولا يخلوكوا حتى تتهزي ثقتك في نفسك او مفاهيمك. هم اللي غلط وهيفضلوا يعملوا كده. يعني هتفضل كل الاعلانات والدنيا والبتاع وانا مش زي فلانه، وانا مش زي علان كان كذا وفلانه. فين البيت؟ فين الاولاد؟ ده رقم واحد. واسعى ليهم، اخد دورات تعلمني ايه ده، اساليب التربيه الايمانيه، اغرس عقيده ازاي، اعمل ازاي كذا، ابقى انا مطمنه. انا مطمنه، ده عيلك يوجعك، ده قلبك ياكلك كده علشان خاطر عيلك وجبدك يوجعك عشان. فرقم واحد الاولاد. غرست بقى والله هم بقى بعد كده احرار، اعرف اسيبهم للدنيا يتصرفوا فيها ازاي، يتصرفوا مع الدنيا يعملوا فيها ايه. لان انت غرست الغرس خلاص. بعد كده من الله بقى عز وجل الدعاء والرعايه والحفظ. لكن اقصر في دور واقول علشان خاطر ايه؟ بتسمع لهمش، مالكيش دعوه، اسمعي كلام اللهم بلغتكم اللهم فاشل. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعل هذا الكلام يصل لقلوبكم يا رب، وبلغوا المقطع ده لكل النساء من فضل كل البنات. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.